بعد تفعيل العمل الاستعلاماتي الميداني من توقيف ذات المشتبه فيه في العقد الرابع من عمره وبحوزته كمية أولية من المشروبات الكحولية، كما تم توقيف شريكيه في القضية وبالتنسيق مع النيابة المحلية بالجلفة، وبعد استصدار إذن بالتفتيش لمسكني الموقوفين الذين عثر بداخلهما على كمية ثانية من المشروبات الكحولية قدر عددها ب 444 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء من الصنف السادس عبارة عن سيوف منظار نيل ليلي سلاح ناري من الصنف الخامس ذخيرة، كما تم العثور على آلة لعد النقود ومبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم من عائدات البيع، بالإضافة إلى حجز مركبة تجارية.